السلام عليكم جماعه، كي راكم دايرين؟ بون، اليوم جبت لكم القصه تاع سايلنت هيل 2. جماعه هذه اللعبه قصه تاعها شابه بزاف وغادي نحكيها لكم بدون حرق الاحداث. غادي نحكي لك القصه اللي غادي تشوقك باش تروح تلعب دي اللعبه. هذه اللعبه تعد من العاب الرعب اللي كانت دايره البوم في ذاك الوقت. جماعة صدرت 2001 من شركة كونامي، وكما نعرفوا قاعد هذه اسمها لعبة قديمة وداروا لها ريميك. بون، الريميك اللي ما يعرفش ريميك شايلة هي تطوير لعبة أو إعادة تطوير لعبة من جديد كاع، بصح ما يبدلوش المشاهد وكاع، يحسنوا برك في الجرافيك وبعض التفاصيل. بون، روحوا نحكوا القصة تاع ماري وجيمس اللي هما بطلان قصة سايلين هيل. جيمس وماري راحوا لهذه المدينة كما كان الحال، داو اوتيل تما، باتوا ليله ولا زوج. من بعد ماري مسكينه مرضت، مرض صعيب بزاف. بون، تما خرجوا من ديك المدينه اللي اسمها سايلين هيل. غادي نقول لكم المدينه باش ما نضليش نقول لكم مدينه. بون، خرجوا من ديك المدينه وروحوا للمستشفى ديريكت، والطبيب صادف جيمس قال له بلي ماري مسكينه غادي لازم تتعاش شهر مليحه، تما ديها للدار تريح وتكمل باقي ايامها تما. بون، داها كما كان الحال للدار، وشغل جيمس شاف ماري تتعذب بزاف، تتعذب هكا قدام عينه تنظر. شادر قرر باش يقتلها. جماعه قتلها كما كان الحال، وشغل مي قتلها ماشي زعما يكرهها ولا راهي عبء ثقيل على ظهره ولا، فهمني، قتلها باسكو شافها تعذب، وكان مين يشوفها تعذب تنظر. شادر قال لك نقتلها تريح ديريكتوم. بون، العفسه ما رايش هنايا. العفسه شغل مين قتل ماري ما كانش اللي كان على باله. ابري فاتت 3 جماعه، جاته رساله غريبه، وجاته رساله من عند ماري، تسمى اللي رسلها اللي رسلتها لها سموها ماري. ماري انا قتلتها، كي عاود رسلت لي رساله توسوس. والبروبليم جاته من مدينه سايلين هيل، عليها اللعبه سموها كيما هكا. ثم هذا جيمس صاحبي قرر باش يعاود يولي سايلين هيل، و يعاود شغل يعرف ديك الرساله من جات له، باسكو كان سامع ديجا كاين ترياق ولا ما على باليش، يعاود يحيي الموتى. قالك بالك اونكا زعما هادي ماري عاود ولات للحياه ولا، كيما تعرفوا كاع راهي مبرضله بالخوف وكاع، فاهم. وهذه بدون حرق الاحداث، حكيتها لك هكا باش تروح تلعب جو. جماعه هاد اللعبه شابه بزاف، قلت لكم باللي داروا لها ريميك، ريميك تحسين الجوده، فهمني، كما كتفرجوا الجيم تاعها جيم بلاي ديفا ولا اروع. حسيتها تشبه الريزيدنت ايفل فورج، مع كما كتشوفوا الجرافيك الفريمات كلش مع الجيم بلاي، عندك الجيم بلاي. على بالك اللعبة هذه من أوائل الألعاب اللي داروا فيها ضباب جماعة، كما تشوفوا هذا ضباب في 2001 داروا ضباب، كاش كاين هذا كاع جماعة. فرجوا هذا الترياق جماعة، هذه شربة لعبة أقسم لكم بالله لا ديكا تاع العالم جماعة. عندك ماري، ماري ها ماري مسكينة دلاتك، عجبت بيك ماري. عندك جماعه، عندك ويا جماعه. هذا تريلر جماعه، مانيش زعما نلعب ولا لعبه، انا ديجا لعبتها قديمه بصح هاد النسخه تاع الريميك مازال ما لعبتهاش، ماني عارف قصه كره الدور كاع. او كاريتا عندك، شو داروا لها تحسين شباب بزاف. وجماعه اقسم لكم بالله اللعب تاع بكري كانت شغل تباصي بزاف على القصه، ماشي كما دروك. دروك خلاو القصه وراهم يبازوا على الجرافيك، فاهم، تسمى لعبه قديمه. عادي ما نحكي لكمش عليها جماعة، هاد الغريانة جماعة ما نحكي لكمش على هاد الشيء. بون، كما قلت لكم بكري كان يبازو بزاف على القصة، عليها كان عندنا الشغف في الألعاب. حاليا الشغف راح لنا في الألعاب، ما نكذبوش على روحنا، الألعاب هاد الحديثة الشغف راح لنا بالتالي، راك فاهم، باسكو الألعاب هادي تاع دروكا تبازي على الجرافيك بزاف ونسات القصة. دروك سما مين قبو لعبه قديمه اللي فيها قصه جاد يعاود يديروا لها ريميك، سواء غادي يكون كاين تناسق الجرافيك شباب والقصه شابه، سما فهمتوني دروك جماعه. عليها الناس كامل عاود تولي تلعب هذه اللعبه، واللي لعبه شابه بزاف ما ريزولت ايفل اللي دارت البوم تاني، ما براس كيف كيف ماشي كيف كيف القصه، بصح راني نحكي لكم زعما باسكو هذيك فاني لعبه قديمه وديروا لها ريميك. بون، لهنا نحبسوا وان شاء الله تهلاو
ويتهلا فيكم ربي يجمعها ولا يحفظكم، وخطرا نجيب لكم قصه شابه تاع كاش لعب. مرسي بوكو جماعه وتهلاو. هذه هي قصه تاع ماري مسكينه. ماري بون حوسوا على الجو، الله يسهل عليكم ويسيبكم.